المقاولين، المدرب العام، اسف، المدرب العام لنادي المقاولين العرب. برحب بحضرتك كابتن، اهلا وسهلا بيك، مساء الفل. مساء الفل يا كابتن ابراهيم، تحياتي لحضرتك حبيبي. تحياتي لحضرتك، وخليني اسالك على ماتش النهارده، وهل تتعامل مع لقاء اليوم على انه مكسب نقطه من نادي الزمالك، ولا تراه ازاي من وجهه نظرك؟ طبعا انت عارف يا كابتن ابراهيم، ماتشات الاهلي والزمالك بتبقى يعني بالنسبه حتى للاعبين بتبقى ماتشات مهمه وكبيره، واللاعب بيبقى عايز يطلع اكتر حاجه عنده قدام الفرق الكبيره. يمكن الكابتن شوقي وقبل المباراه بيومين، وحتى ماتش محسن رئيس النادي ماتش محمد عادل مش فاهم على الكوره، وهم اتكلموا معاه قالوا احنا عايزين نعمل ماتش كويس، ما مش عايزينكم تبقوا تحت ضغط تبقوا مضغوطين، اعملوا ماتش ان كنتوا تصيطوا نفسكم وتلعبوا كوره، انتوا بتلعبوا فريق كبير، فريق الزمالك عنده حلول كتير في اي وقت من الاوقات بيقدر ان هو يسجل. الحمد لله كابتن شوقي يمكن يتعامل مع المباراه بذكاء شديد جدا، عمل توازن بين الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه بشكل كويس قوي. يمكن على مجمل فترات المباراه الحمد لله احنا اللي وصلنا كتير جدا، احنا اللي ضيعنا يعني فرص مؤكده كانت كفيله ان احنا نخرج من الماتش النهارده بثلاث نقط. اللي عايز اقوله ان الحقيقه يعني، والكابتن شوقي يمكن دخل بعد المباراه والمهندس محسن دخل بعد اللعيبه بعد المباراه للعيبه برضو، الكويس النهارده يا كابتن ابراهيم من الحاجات الكويسه جدا ان الولاد يمكن نفذوا تعليمات الكابتن شوقي بنسبه لا تقل عن 90% او لا تقل عن 95%. طبعا دي نسبه كبيره. الا 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 انك تسجل ان انت تسجل الفينش. وخاصه ان الشوط الاول كان ممكن كفيل ان احنا نطلع متقدمين بواحد او باثنين، كان ممكن يريحونا، كان ممكن يعمل ضغط على نادي الزمالك فيبدا يفتح خطوطه اكتر، تقدر انك انت تامن الماتش بشكل اكبر. يعني مش عايز اقول ان في اوقات ممكن الواد ممكن مش مصدقين ان هم ممكن يكسبوا، فيعني يعني مش هقول ان كان في رعونه. ليه مش مصدقين؟ في يعني برضه بيبقى ضغط، وبتلاقي نادي الزمالك بطل الدوري وجمهوره، يعني حاجات كتير يعني. يعني يمكن مش عايز اقول ان كان في رعونه في انهاء اللمسه الاخيره قدام المرمى. يعني كده احنا ضيعنا جوان كتير جدا النهارده، وجوان مؤكده من انفرادات لعبد الرحمن جبنه وسالم وشون. يعني كانت متنوعه حتى الهجمات اللي ضيعناها ما بين انفرادات وما بين هجمات كان شبه خطر على الجون لما تيجي تبص على مجمل المباراه. في الاول وفي الاخر بنقول الحمد لله ماتش مهم برضه قدرنا ناخد منه نقطة. أنت عارف الماتشات الكبيرة برضه لما بتاخد منها نقطة بتبقى مفيدة جدا للفرق اللي بتاخد من أهلي أو زمالك نقط. اللي جاي أنت عارف الدوري صعب، الفرق كلها بتكسب في أي وقت، أي فرقة تكسب. يعني الفترة اللي فاتت كان بيتقال إن أندية كتير خلاص ما كسبتش بقى لها فترة، فخلاص بيبدأ يترسم بشكل الجدول. لا، الفترة اللي فاتت الفرق بتكسب والفرق كلها فرق محترمة، الدوري صعب، اللي جاي صعب، ويمكن الكابتن اتكلم مع اللعيبة النهاردة بعد المباراة في النقطة دي. يعني ربنا يسهل إن شاء الله الماتشات اللي جايه باذن الله. ربنا يكرم ويوفق ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله المقاولين العرب زي ما عودنا يمشي بالنسق المميز. كابتن طلعت محرم مدرب